بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله، ونرجع لكم في حلقة جديدة. كم مرة رحت الخريطة صراحة وما عجبني ترتيب، لأن كل مرة الاقتصاد ما يكون صحيح. الحين أنا مسرع لكم على الخبس ومنزلنها أساسي، شرح لكم بالضبط شو سويت. بديت في خريطة، مسكت 3 مدن جنب بعض، جنبهم مزرعة طبعا ومصدر حق الأكل. وبديت احط الشوارع، اوسع المدن، اضبط الشوارع. مثلا هني ضبطت الشارع، قلت بضبط اول شيء حق القطار، بعدين غيرت اتجاهها صوب ثاني. حاولت اشبك المدن بسكك قطارات، كل السكك تكون سيدة قدر الامكان بخط مستقيم. هيك كان غالي شوي، غيرت المكان. وبعدين وصلت السكة كلها وانشأت نقل سكان، لان اكتشفت ان هاي من اكثر الطرق اللي تدخل عليك فلوس في اللعبة، ولا دخل ثابت بالاحرى دخل ثابت. فنجحت في الموضوع هذا وسويت اقتصاد ثابت وبنيت عليه، وبتشوفون عقب في الفيديو مثل ما قلت استوى رخصة ثابت واستوى عندي مدخول جيد، قمت ادخل فلوس، يعني قمت اقدر اسوي شغلة ثانية. كان فيها مرحلة انتظار شوي، بس اتخطى الانتظار، بعدين شوي شوي ازيد المشاريع ونجح الموضوع. الصراحة نجح بشكل حلو. هني طبعا رجعته ورا على اساس انه يستوي مكان حق سفينة، هالمربعات خبرني اذا في سفن ولا لا. كان مشروع ناجح الصراحة. في مدينة فكر أودرها، ما أودرها سوري، أوصلها بسفينة. الجسر على فكرة كل ما يكون انحناء لين أو مرن أكثر يكون أفضل حق القطار، ما يبطأ وايد. وبعدين بتشوفون أني سويت مزرعة وسويت تمديدات، بشرحها زيادة في الحلقة الجاية. بس هالحلقة بخليكم بدون شرح، بس هذا الشرح اللي شرحته الحين. وأبوكم انا اليوم جاي بالعيد ترى في الشرح، خلاص يعني العيد من اخره. وبيكم اي اسئله عندكم تحطوا لي اياها، وبحاول اشرح زياده عن اللي صار في هذه الحلقه هاي في الحلقه اللي ان شاء الله. فاتري منكم الكومنت واشوف منكم شو عندكم اسئله، شو تبون تعرفون اكثر عن اللعبه. نسوي اقتصاد ثابت على اساس نوسع بالصناعه قد ما نقدر، والحلقة اللي بتشوفون كيف توسع الصناعة. ولا تنسون، اتمنى اذا عجبكم الفيديو تسوون عليه لايك، تسوون شير، تساعدون القناة انتو، تساعدون السلسلة هاي بنشركم الفيديو او متابعتكم له، كله يدعمني صراحة. وهذا بالنسبة لليوم، واي شيء ثاني ان شاء الله بحاول اشرح اي سؤال عندكم في الحلقة الجاية او في الكومنت ان شاء الله تحت. I'm